شوطة 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 مش ممكن. صلاح وهدف، وهدف من محمد صلاح، هدف من صلاح المطالب بالأوفسايد. ننتظر الصورة، الفار سيؤكدها. هذا الأحمر غير عادي وصلاح استثنائي. هدف الأوروبي رقم 37، محمد صلاح في 5 دقائق يقوم بالتدليل. شوطة يراوغ دفاعا بدوره مهترة للريال. ينطلق البرتغيز ويشوط، تتهيأ من الدفاع من صلاح، وصلاح يسجل هدف تبديل الفارق. فما تسلل او لا، فما تسلل او لا، فاسكيز كسر الاوفسايد ام لا؟ هي سنتيمترات، هي مليمترات. هو هدف سيؤكد، وهدف صلاح في الجول من اول كوره، من اول فرصه ليفربول.